ولكن النادي الاهلي كمان حلو يا جماعه. ازاي النادي الاهلي حلو؟ انت احيانا اللقطه اللي شفناها بتاعت عمر دي ممكن تحس انها استثناء، بس لما تشوف ان هي مش استثناء هتحب الاهلي اكتر، لما تشوف جمال عمرو فريد وهو طفل زي عمر، وبرده كمان عشان النادي الاهلي بيورينا المشهد اللي هنطلع نشوفه ده. بص يعني الكلمات احيانا بتكون قليله، الواحد جسمه كله اشعر وهو بيشوف الطفل ده بالاحساس ده بالمشاعر دي، وبيخلينا نتذكر كمان طفولتنا كانت عامله ازاي. يعني للامانه يعني عاصرنا مشاهد من دي كتير. انا عايز اقول يا اسامه، احنا دايما بنقول من شيوخك اكتسبنا مجدنا، لا هو كمان من اولادك بنكتسب مجدنا، لان لما ده يبقى جيل النادي الاهلي الصغير، لا لا بجد اوعى تقلق على الاهلي، اوعى تقلق على النادي الاهلي طالما دول ولاده الصغيرين، طالما دول اللي جاي بتاعنا، وطالما دول بكره بتاعنا. وعشان كده وزي ما سمعت عمر معانا جمال عمر فريد برضو، نسمعه ونتكلم معاه ونشوف ازاي المشهد ده هو وصل ليه. ازيك يا جمال يا حبيبي، وازيك يا عمر، ويا رب تكون عمرو ازيك يا عمرو، ويا رب تكونوا دايما في حالة كويسة وفرحتونا بالأهلي وخلتونا مبسوطين. ربنا يخليك يا كابتن محمد، صباح الفل عليك، وصباح الفل على الأهلي والأهلاوية، وصباح الفل على كابتن أحمد أسامة، ومش عارف أقول لكم إيه. أنتوا الصراحة بتخلوا الجمهور بيبقى فخور بناديه بالحاجات التفاصيل الصغيرة اللي أنتوا بتعملوها. قبل التفاصيل بس، قبل التفاصيل، صباح الفل الساعة 10 بالليل، أنت كده بتتكلم بتوقيت الخارج. جملته الشهيرة. أنا اليوم كله عندي صباح الفل يا كابتن أحمد. دايما فل. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. أنا عايز أسأل جمال، عايز أسأل جمال بس حاجة مهمة، لأن أنا زي ما بقول دايما الأطفال دول هم نجوم المشهد ونجوم اليوم أو الحدث اللي إحنا بنتكلم فيه. عايز أسأله الأول، هو ليه كان بيبكي في الدقايق دي؟ والأهم كمان، طالما ده كان مشاعره والنادي الأهلي بيكسب، لما النادي الأهلي بيخسر أو ما بيحققش بطولة بيحس بإيه؟ السؤالين دول عايز أسمع منه إجابة. ماشي، اتفضل معاك جمال. طبعا احنا كلنا بنتضايق طبعا، بس بنتضايق وبنفرح أكتر، لأن لازم ندعمه في الخسارة قبل المكسب. ده وانت كنت بتعيط ليه؟ انت حسيت بايه؟ والله انا في اول الماتش ما كنتش عايزه اعيط خالص خالص خالص، بس والله انا كنت واثق في الاهلي ومستني الفوز ده، وطول عمري بثق في الاهلي لحد ما الحكم يصفر. طول عمرك بتثق في الاهلي لحد ما الحكم يصفر، ده اكيد بقى تعليم بابا ولا تعليم جده؟ ده بقى اللي عمرو يجاوبنا فيها. عايزين نعرف المشاهد بس مين جمال وحفيد مين، عشان برضو ده اكيد بيفرق في النشأ وفي التربيه والانتماء للنادي الاهلي. احنا بنتشرف طبعا بجذورنا، لكن جمال مشجع اهلاوي عاشق للاهلي، هو خد حب الاهلي مني ومن اللي حواليه. طبعا جده الحاج حليمه، بس هو مع الاسف جمال ما شافش الحاج حليمه الله يرحمه. خالي طبعا الحاج حليم، الحاج حليم خش عليه طبعا. طبعا بالزبط. طبعا احنا الاهلي عندنا حاله مختلفه، مش فريق بنشجعه، احنا الاهلي حياه بنعيشها يا كابتن. والله احنا بنتعلم من الاهلي، بناخد مبادئنا، بناخد اخلاقنا، بناخد كل حاجه حلوه من الاهلي وبنطبقها في حياتنا. حقيقي الاهلي بالنسبه لنا مدرسه، مش فريق بنشجعه كده وخلاص. يعني مش كلام انشا ولا كلام تلفزيون، ده كلام في قلوبنا قبل ما يكون على لساننا. هو باين على جمال يا عمرو، باين على جمال، باين جدا جمال. هو 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 مع الاسف انه ما بيعرفش يتكلم قدام الكاميرا، بس بره الكاميرا لا، احنا عندنا شعور تاني. انا دايما بقول ان الاهلي ضنايا، الاهلي عيل من عيالي، الاهلي مش فريق بشجعه. انا دايما بقول ان الاهلي ابني البكر. الله. زي ما بخاف على مصلحه عيالي بخاف على مصلحه الاهلي،
زي ما حابب لعيالي انه يبقوا نمره واحد، دايما ببقى حابب الاهلي نمره واحد، والاهلي فعلا نمره واحد، فعلا نمره واحد يا جماعه، والله بالارقام نمره واحد، باخلاقه نمره واحد، بمبادئه نمره واحد، باصوله نمره واحد، برؤساء انديته اللي بيخلوا الاهلي، اللي بيخلوا الاهلاوي فخور انه اهلاوي. طول عمرنا عمرنا ابدا ما حسينا للاهلي نمره اتنين، وبالتبع جمهور الاهلي هو نمره واحد في الدنيا كلها. اكيد اكيد يا عمرو. انا عايز بس اسال بقى كده جمال، هو عنده كام سنه الاول، ويقول لي كده هل في مباراه كانت صعبه زي مباراه الرجاء، ولا دي اول تجربه ليه مع ماتشات صعبه وان الاهلي بيحسم البطوله في الدقيقه الاخيره؟ عاش القاضيه، عاش القاضيه يا كابتن. دي ما كانتش صعبه يا عمرو. والله يا ماشي، بس يا هو ما فيش مباراه للمنافس صعبه. انا عمري ما دخلت مباراه للمنافس ولقيتها صعبه، بل بالعكس المباراه بتبقى، لا انا اقصد صعبه في الاوقات الاخيره يا عمرو، ان انت متاخر وترجع تاني للمباراه. هو الرجاء، هو يكلمك، هو يرد عليك، الرجاء فعلا. هقول لي يا جمال عندك كام سنه؟ 8. 8، انتوا كلكم رابطين على 8 النهارده ولا ايه؟ رابطين على عدد بطولات السوبر. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي. قول لي بقى، قول لي ما عشت مباراه صعبه قبل كده غير ماتش الرجاء؟ بغض النظر بقى الاهلي كان متقدم متاخر، انت حسيت بمباراه صعبه غير ماتش الرجاء؟ طبعا ماتشات كتير، القاضيه والرجاء، وفي ماتشات كتير يعني مش عايز اتكلم دلوقتي، بس يعني في ماتشات كتير طبعا. حبيبي حبيبي بشكرك جدا يا جمال، وان شاء الله حاجه رائعه. احنا بنشكرهم. انا بس ممكن قول اتكلم من 15 سنه. لا لا قول طبعا، نحب نسمعك. واجب، ربنا يخليك، واجب على كل اهلاوي انه يفتخر ويتشرف ويبقى راسه مرفوعه جدا، نمره واحد انه اهلاوي، ونمره اتنين اللي عندنا رئيس نادي زي كابتن الخطيب. أكيد. ربنا يبارك له ويعزه ويكبر بخاطره. الخطيب مدرسه بيعلم اجيالنا. صحيح. جمال اللي جنبي ده وعمر اللي انت جبته من شويه، دول لما هيطلعوا يعرفوا من رئيس ناديهم هو اللي بيدعمهم، بيدعمهم هو اللي بيحتويهم، عمرهم ابدا ما هيبقى في ذره شك من انتمائهم لبناديهم ولبلدهم. عشان عندنا الكابتن بيبو بيعلم العيال الصغيره دي يعني ايه انتماء، يعني ايه حب الفريق، وبالتالي حبك لبلدك. طبعا الف شكر ليك يا بيبو، وربنا يخليك وتفضل دايما تعلمنا، تعلم جمهورك وتعلم ولادك واحفادك يعني ايه حب، يعني ايه احترام للكيان ولرؤساء الانديه. شكرا يا بيبو. احنا شكرا يا بيبو، بنشكرك. ولنا بس طلب عندك، لازم تعلم جمال يتكلم كلام حلو كده زيك، عشان هو خجول شويه ويكبر ان شاء الله ويجي يقعد مكاننا كمان. اول مره ربنا يخليك، ما حدش يقدر يملى مكانكم. لا لا ربنا يخليك، احنا اتشرفنا بيكم. انتوا الاثنين بالذات، انت واحمد بالذات، اللي قريبين من كل جمهور الاهلي، جمهور الدرجه الثالثه الشمال، انتوا مننا، انتوا طالعين مننا، احنا اللي قدمناكوا للاعلان، احنا جمهور الاهلي. انت سيبك بقى من اشخاصنا خالص، هو الموضوع النادي الاهلي. انتوا فوق دماغنا والله. كنا سعداء جدا بوجودكم معانا. الاهلي ده حياتنا، وشفنا معاه المعجزات. طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله الرساله من الفيديوهين دول يا احمد هي رساله لكل الولاد الصغيرين. حب بلدك مصر، انتمي للحاجات الحلوة اللي فيها، ولو اتكلمنا على الحاجات الحلوة اللي فيها مش هنلاقي أحلى من النادي الأهلي. نشوفكم بعد الفاصل.